قطر تسعى للحصول على مقاتلات F-35 الأمريكية المتطورة. الطائرة F-35 المعروفة باسم الشبح هي أكثر المقاتلات تقدما في العالم، وتوصف بأنها أعظم الإنجازات التكنولوجية لهذا الجيل من الطائرة المقاتلة. وأكد التقارير أنها حينما تكون محملة بكامل معداتها القتالية فإن بإمكانها التفوق على الطائرات الحربية الأخرى. مساعي الدوحة لامتلاك F-35 تأتي في سياق منافسة إقليمية، لكن الخطوة بحسب تقارير صحفية ومصادر مطلعة في واشنطن ستقابل بالرفض. فبحسب رويترز تظهر دوما في واشنطن مخاوف بشأن علاقة قطر بتنظيمات تدرجها واشنطن على قوائم الإرهاب، ما يعني أن الصفقة مصيرها الفشل. هناك أيضا إسرائيل التي ترتبط مع الولايات المتحدة باتفاقية تنص على أن أي مبيعات للأسلحة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط يجب ألا تؤثر على التفوق العسكري الإسرائيلي. وفي إسرائيل أكد وزير الاستخبارات إلي كوهين معارضة بيع طائرات F-35 الأمريكية للدوحة، وصفا قطر بالصديقة لإيران. تقارير أخرى لفتت إلى أن قطر هي أيضا الشريك الأقرب لتركيا في المنطقة، وتدعمها في سياساتها العدوانية في الأونة الأخيرة، ما يجعل الدوحة شريكا غير موثوق به لدول أخرى. غير أن تقارير أخرى وسعت الصورة أكثر وحذرت من بيع الطائرات الأمريكية المتطورة إلى الدوحة، لأن وصول F-35 إلى قطر يعني وقوعها في يد الإرهابيين. بحسب تلك التقارير فإنه على الرغم من العلاقات الدفاعية بين الولايات المتحدة وقطر حيث تستضيف الدوحة قاعدة العديد، إلا أنها ليست مرشحة للحصول على طائرات F-35 المقاتلة الأكثر تطورا. فتاريخ قطر في التواصل مع المتطرفين ودعمهم بوسائل شتى يمثل عائقا كبيرا. فقطر متهمة بدعم وإيواء خالد شيخ محمد العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر، بل واستضافته قبل أن تقوم بتهريبه بعدما طلبتها واشنطن بتسليمه ليفر من قطر بمساعدة شخصية نافذة ويقوم بعدها بالتخطيط للهجمات الدموية على الولايات المتحدة. خالد شيخ محمد fled the country. So it does seem that someone in the Qatari government, somebody tipped him off. سبق أن اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطر بأن لها تاريخا طويلا في تمويل الإرهاب. The nation of Qatar has historically been a funder of terrorism at a very high level. They have to end that funding. شواهد تؤكد أن الطلب الذي قدمته قطر للحصول على مقاتلات F-35 يقابل بالرفض، وأن مساعيها لامتلاك الطائرة المتطورة مصيرها الفشل. في المقابل تعزز واشنطن علاقاتها مع حلفاء لهم تاريخ في مكافحة الإرهاب، وتؤكد أن حصول هؤلاء الحلفاء على الطائرات المتقدمة يمضي قدما. Absolutely no problem.